مرحبا، اليوم جبت لكم منيو مطعم كريب هاوس. هذا المطعم كتير مرتب وكتير حلو، رعينا فيه كل الأذواق، وعشاق الكريب رح يلاقوا فيه كل أصناف الكريب الحلوة والمالحة، ورح يلاقوا كمان فيه وصفة الكريب بالشاورما لأول مرة. وكمان رعينا أذواق الجميع في الباستا، في الأكل العربي، في البيتزا، في الحلويات العربية، بالوافل، يعني رعينا فيه كل الأذواق وكل الوصفات اللي أنتم بتحبوها. ما عليكم غير أنكم تزورونا بمطعم رويال كريب هاوس، منطقة القصيص بدبي، وإن شاء الله رح يعجبكم كل الوصفات اللي بتقدم بهذا المطعم. كمان عنا فري دليفري للي بيحب يطلب من البيت، رح تصلوا وجباتنا ساخنة وطيبة لحد بيته. زورونا بمطعم رويال كريب هاوس، رح تلاقوا كل اللي بتحبوه. دايما مطعم رويال كريب هاوس بيرحب فيكم، وأهلا وسهلا بالجميع.